خلينا برضو نعرف من حضرتك، لان واضح ان الموضوع اكبر من اللي انا كنت متخيله بالنسبه للدار. يعني يكفي بس تفصيله ان 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 البورد اللي احنا شايفينها دي يعني فيها 24 جيم 24 مختلف جيم مختلف. طب يعني بس حضرتك قلت ان في واحده منهم هي الاهم، الاهم اللي هو الجيم 501 ده، يعني ايه؟ يعني مثلا ان احنا كلاعبين هنلعب مع بعض، هنبدا بالجيم ومعانا 501 بوينت. اوكي. هنقف نرمي من على مسافه 237 سنتي. اللوحه دي موجوده على ارتفاع 173 سنتي من المنتصف. هنبتدي ننشن بالاسهم دي اللي هي الاسهم. تمام. الاسهم الرئيسيه الطبيعيه. أوكي. غير الاسهم اللي الناس واخده بالها. طب. فالاسهم دي باوزان، كل لاعب له وزن معين بيقف يرمي. هنرمي ثلاث اسهم متتابعين. يعني على اللوح. يعني ايه كل واحد بيلي وزن بيلعب؟ يعني ممكن انا اكون بتنافس مع حضرتك، انا بلعب ب ب ب باسهم ليها وزن وحضرتك بتلعب باسهم ليها وزن ثاني؟ دول 24 جرام. انت حضرتك ممكن تلعب ب 17 جرام. الوزن الاقصى للاسهم 50 جرام. بس لازم يعني مش لازم يكون الاثنين متنافسين. لا. بيلعبوا بنفس الوزن زي ملعب زي مضرب التنس. أوكي. كل يعني تفضيلات شخصية حضرتك بتقول. تفضيلات بتقوم بناء على إدراك الرامي لقوة ودقة الرمية من خلال الوزن اللي استخدمه مع التجارب بلاقي نفسي متوافق مع وزن محدد. تمام. لأن الرحلة بتاعت السهم الصغيرة دي من مسافة 237 سنتي للحت أو الجزء اللي أنا عايز أصوب عليه في اللوحة بيحمل بعض المقاومات بتاع الهواء، بيحمل قوة رمية، بيحمل تحكم في مسار السهم مختلف من وزن للتاني ومن شخص الاخر. أوكي. وحتى من الولاد الصغيرين للكبار، من السيدات للرجال، اختلافات الاوزان دي بتحقق الاختلاف ده. فلما الثلاث اسهم هينزلوا متتابعين على اللوحه هيحققوا قيمه حسابيه. طبعا. اللاعب لازم يطرحها من 501 وبسرعه، وفي نفس الوقت الحكم بيراجع عليه لان جنب اللوحه في حكم بيقف على اليسار. نفضل في موضوع في رمايه متتاليه ما بين الطرفين اللاعبين والحصول على قيم تطرح من 501 الى ان يكون الفائز في هذا الجيم الرقم الاقل بقى اللي يحصل على صفر. اوكي. اللي يصل الى قيمه صفريه قبل الثاني. اوكي. يعني هنفترض ان حضرتك عندك 46 بوينت ناقصين وانا عندي 36 بوينت ناقصين. اوكي. لازم حضرتك تجيب 46 بوينت مش 47. ايوه فهمت. وانا لازم اجيب الرقم بتاعي بالظبط بدون، لو حصل ان انا ما قدرتش اجيب القيمه الصفريه هنتظر كلاعب وحضرتك تكمل الى ان واحد فينا يحقق القيمه الصفريه قبل الاخر، هو اللي ياخد الجيم ده. أوكي. الماتش بيبقى 5 أو 7 أو 9 او ارقام فرديه للجيمز بتحققها التعليمات التنظيميه للمسابقه دي.